سلام الله عليكم احبتي في الله. ان شاء الله لافيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وعلى خير. هاد لافيديو راح نحضروا مع بعض بيتزا هات، بيتزا ايطاليه من اروع انواع البيتزا. نحتاج كمقادير للعجينه 500 غرام فارينه ما يعادل 15 ملعقه تكون مملوءه جيدا، مع ملعقه كبيره خميره فوريه وملعقه كبيره سكر عادي، ونضيف نصف ملعقه كبيره ملح ونحاول اني ما نحطش الملح فوق الخميره، ونضيف حبة بيض مع 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي، وراح نضيف علبة ياورت طبيعي، ونضيف حوالي ملعقة كبيرة من الزعتر، وراح نبدأ نخلط كامل المكونات تاعي، ونضيف الحليب اللي يكون دافي تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة طرية. لازم العجينة تاعكم تكون طرية هكذا باش نتحصلوا على بيتزا تكون خفيفة وهشيشة. شوفوا القوام تاع العجينه تاعي كيفاش طريه البنات، وحطيتها فوق طاوله العمل، وراح نبدا نعجنها من دقيقتين حتى الاربع دقائق، ومن بعد راح ندهنها بكميه من الزيت وردها في الوعاء ونغطيها بورق غذائي ونخليها تتخمر حتى يضعف حجمها. في هذا الوقت راح نحضروا الحشو. هنا حطيت ملعقتين كبار من الزيت في مقله على نار متوسطه، وحطيت حبه بصل تكون متوسطه قطعتها شرائح تكون رقيقه، ضفت عليها كمية من صدر الدجاج اللي قطعته مربعات صغيرة، مع 3 فصوص تاع الثوم، ونخليهم يتقلاو، ونضيف عليهم توابل. نحتاجو ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة رأس الحانوت، وملعقة صغيرة كركم، وقليل من الملح، ونضيف عليهم فنجان تاع ماء، وراح نخلي هذاك الدجاج تاعي يطيب في هذاك الفنجان تاع الماء. وهنا خياتي نقطه مهمه، ما لازمش الدجاج تاعكم ينشف نهائيا من هذاك الماء او يتحمر، لانه بعد راح يزيد يكمل طيابه في الفرن. وبعد ما طاب الدجاج تاعي كما راكم تلاحظوا ما نشفتوش نهائيا من الماء، والدجاج تاعي لازم يكون طري بهذا الشكل. ونرجع للعجينة تاعي بعد ما ارتاحت وتضاعف حجمها، راح نبدأ نفتحها. وانا 500 غرام هذه راح نقسمها على 3، يعني احنا منها 3 دوائر تاع البيتزا يكونوا متوسطين الحجم، وانتم ما تقدروا تعملوهم يعني زوج دوائر تاع البيتزا يكونوا كبار. بعد ما لوزت العجينة تاعي راح نجيب سنيوة وحطيت فيها ورق الطهي ورشيته بالفارينة، وراح نبدأ نفتح الدائرة تاعي الاولى. نفتحوها خياتي، ولازم تكون شويه رقيقه. وهنايا شوفوا العجينه تاعكم ماهيش راح تتعبكم لانها بزاف طريه، راح تتفتح لكم بالخف. وهنا خياتي شوفوا كيفاش راني نفتح فيها، يعني تبداو من الوسط وتخرجوا على برا هكذا باش نخليو الاطراف تاع الدائره تاعنا يكونوا شويه خشان، ما يكونوش خشان بزاف يعني يكونوا متوسطين. بعد ما فتحت العجينه تاعي رقيقه وخليت الاطراف يكونوا شويه متوسطين وتقبتها بفرشيطه، راح نحط صلصه الطماطم وجد زيتون اخضر وزيتون اكحل وفلفل اخضر وفلفل حار، وعندي ايضا الحشو تاع الدجاج. وهنا قبل ما نبدا نحط صلصه الطماطم راح نحط طبقه تكون مليحه من الجبن المبشور، ومن بعد راح ندير طبقه من صلصه الطماطم اللي راح نضيف لها ملعقه كبيره من زيت الزيتون، ونزيد نعمل خياتي رشه خفيفه من زعتر او زعتر يكون مجفف، ونزيد نحط طبقه من الدجاج، ومن بعد راح نضيف الزيتون والفلفل الحار والفلفل الحلو والزيتون الاكحل، وفي الاخير راح نضيف الجبن المبشور، وراح ندخلها للفرن اللي لازم يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 180، وراح نخليها حتى يتحمروا الاطراف ويذوب الجبن. وهنا خياتي بعد ما وجدت البيتزا هاي لكم، يعني بيتزا ما شاء الله قمة في الخفة والهشاشة، يعني ما نحكي لكمش لازم تسيبها. وهنا برك ملاحظة من الأحسن أنكم تعرفوا تخيروا نوعية الجبن، يعني شوفوا أنا نوعية تاع الجبن تاعي عيانة لأنه بصراحة ما دابتش كما راكم تلاحظوا قعد كما راه. وهذا هو خياتي شكل البيتزا هات أو بيتزا إيطالية، يعني شوفوا شكلها كيفاش راهي خفيفه، شكلها بصراحه شهي. ان شاء الله يا ربي شهيتكم في الجنه. وما تنساوش خياتي دعموني باشتراككم والبارطاج، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجعوني اكثر بتعليقاتكم حتى انتقاداتكم اكيد. ونلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم.